الخبر اول يا عدى، انا انس الشايب وبرنامج الجديد يا حبايب. فانس الشايب نزل على حسبه بالانستغرام برومو مال برنامج الجديد واللي صاد، واللي صراحه من الواضح انه هو كلش خرافي، في يجيب حيوانات مفترسه شويه ويخوف بها اليوتيوبر ويسوي بهم مقالب، نفس فكره مجنون رسمي مال رامز جلال، نفس الفكره سواها ولكن بطريقته الخاصه. راح احط لكم اللقطه يا حبايب، شوفوها. بدي احكي لكم هالقصه، الرعب اللي موجود عند كل بنت زي النفس بالنسبة لي، لأظل عايش. اوعكم تلفقوا فيي، واذا رامز بحب اصحابه انا بعشقهم لحبايب القلب. ننتقل حاليا لانا يا حبايب والاشياء الغريبة اللي سوتها. بالنسبة لاول شي فهي تهجمها على قمر الطاي. طبعا اغلب المتابعين يعرفون انه قمر الطاي مصاب بمرض شوية نادر، يمكن هو فقر الدم الحاد، واللي هو انه شوية تدوخ لما تسوي جهد شوية عالي. هذا اللي خلى لانا يا حبايب اخر مقطع نزلتها نوعا ما تقلد على قمر الطاي، انه احساس هي تقلدها بمرضها، نوعا ما تستهزئ بالمرض مال القمر. راح اعطيكم اللقطة يا حبايب، شوفوها وركزوا بها زين. أتكلم ولا أتكلم، أتكلم. وجهة نظري حركة ما حلوة، اكتبوا لنا بالكومنتات شو رأيكم بيها. بالإضافة يا حبايب نفس الوقت الأغلب لاحظ إنه لانا هي ما تصوم برمضان وإنما هي فاطرة، فبآخر مقطع نزلته كانت قاعدة تاكل بمطعم مثل ما شايفين يا حبايب هذه اللقطات، هي مقطع نزلته امبارحة، فاكتبوا لنا بالكومنتات شو رأيكم بهذا الشيء. ننتقل حاليا لرين بيوتي يا حبايب، تنزل هذا الستوري اللي بها إيدها مصابة، في سلامتها يا رب، إن شاء الله ما بها إلا الخير والعافية. وبعد نزلت ستوري ثاني ويا شيرين كاتبة طالعين نحكي على العالم، فبتوقعون يا حبايب هم قصدهم على من بده يحكون بالضبط. ننتقل حاليا لياسو يا حبايب تهجمها على مصطفى ريدر او وسام تيكت، فبلش القصة يا حبايب لما نزلت هذا الستوري تشيكت بيلها ماذا لو عاد معتذرا انه اجى يعتذر من عندك، فحطت مقولة بالمختصر انه هي مستحيل تسامحه سواء قصدها على ريدر او قصدها على وسام تيكت. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم. بالاضافة نزلت ستوري ثاني عن شنو علاقتها ويا قمر، قاعد انه عصاصي ما حيخطبون، طبعا بمزح مو اكثر، وقمر ردت عليها لا تلحقيني مخطوبة، انا عصاصي قمر مخطوبة. فاكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم. وبصل حبايب وصلت المقطع، فجروا مقطع بلايكات شنو كوفيت زي ما قلت مثل القصص، احبكم وبس، مع السلامة.